ما هو الإسلام؟ يعني إسلام بوك هدو. الإسلام هو أن تسلم لله، تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. إذا الله هنتع وردو قديق التوحيد الثاني، ولا بد من طاعة الله سبحانه وتعالى بأن نصلي ونصوم. لاق الله هنحميت أخلر أدعوني أعلى مصدرت أعمار قابرت قد عدو الحين تديخ قد عدو مشلر درت. ولا بد أن المسلم يتميز في لباسه، في عقيدته، في تعامله عن المشركين، لا يماثل ولا يشابه أهل الكفر والضلال. إيش تحقست ويشون حبوس البولها حي خدل ليلرت حي دوخر تاني كرس نغغ قلب نغغ حترخ قست ويشون بوخ. أركان الإسلام خمسة. الإسلام أنا بقي ركنه. الأول الشهادتين. بحر شهادة دالدردو. وإقام الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم. تعقب قيلا مصدردو هور دينح. وإيتاء الزكاة. زكاة تعدلردو. وصوم رمضان. مارخي بطن رمضان بوت قابردو. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. حج دردو إذا تروي يول جندح.